ندعي لك في سجدة صلاة ونجاه رب حبك علن يا عمان ما غيرك وطن يا بلادي يا روح ودات يا حضنك حضنك حياة ندعي لك. ومساكم عامر بالدعوات الصادقة لكم مشاهدينا في أن تنعموا بالصحة والعافية. في أولى متابعاتنا الحوارية نتحدث عن مشاهد محزنة حول العالم تظهر فيها جثامين ضحايا مرض معزولة من دون أي تشيع أو مراكز جنازات يحضرها الأحباء والأصدقاء، هذا ما خلفه كورونا. أثيرت على هذه الصور تساؤلات مختلفة عن طريقة التعامل مع مخفيات كوفيد-19. نقدم لكم مشاهدين تفاصيل أوفى من خلال دراسة أجرتها ممرضة متخصصة في مكافحة العدوى نودة بنت عبد الرحمن بنت آدم الزجالية، تنضم معنا عبر هذا الاتصال المرئي. مساك الله بالخير أستاذة وحياك الله في برنامج من عمان. هلا ومرحبا، مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام. كما ذكرت في حديثي أولا يسرني نقدم واجبنا، كما ذكرت أن كورونا كوفيد-19 خلف مشاهد محزنة حول العالم، منها الضحايا شاهدناهم معزولين بدون مراسم جنازات بعيدين عن الأحباء والأصدقاء. نتحدث بداية عن فكرة هذه الدراسة التي أجريتها. أيوة طبعا، في البداية حبيت أوجه شكري لكم على الاستضافة، وأيضا أوجه شكري لأسرة مركز صحي الحيل وخاصة الممرضين والممرضات، نسبة أن هذا العام هو عام التمريض، وشكري خاص لوزارة الصحة على هذا الاهتمام في القطاع الصحي وقطاع التمريض بصفة خاصة. طبعا الدراسة هذه أنا عملتها بعد ما كنت عضوة في فريق مكافحة العدوى. كنا من أول الملبين لهذا النداء، نداء الوطن، ونزلنا المقابر وقيمنا المقابر، وأيضا دربنا مكرمي الموتى أو ما يسمى مغسلي الموتى. بعدها يعني حصلت أنه حالات الوفيات والإصابات في الازدياد، لذا عملت دراسة وعملت فيما يسمى ببنش ماركينج، إجراء قياسي. حاولت أقارن بين أدلة دول عالمية ودول إسلامية أخرى، وأيضا مرجعي الرئيسي كان دليل الوزارة، وزارة الصحة. بعد هذا البحث عملت خطوات مبسطة ليوضح للمجتمع كيفية التعامل مع الوفيات. جميل. ما فقط باللغة العربية وأيضا باللغة الإنجليزية وهندية، وحاول إن شاء الله جاهدة باللغات الأخرى. ممتاز. الهدف الرئيسي نودي من هذه الدراسة، ما هو الهدف الرئيسي من هذه الدراسة؟ هدفي الرئيسي هو الاستفادة ونشر الوعي والنفع للمجتمع، لأنه كثير جالي طلب من مقابر، من البلدية، من البي دي او، مقبرة بي دي او الخاص بالمسيحيين. نعم. والناس اللي ما يتكلموا اللغة العربية طالبوني، قالوا لي نحن يعني نفضل يكون شيء مخطط واضح وصور واضحة عشان يطبقوا، ليسهل عليهم العمل ويحموا نفسهم من العدوى. جميل. نودي، نحن كما نعلم أنه التعامل مع وفيات كوفيد-19 هو تعامل حساس، هناك أسس عامة يجب أن تكون موجودة عند التعامل أيضا مع هذه الوفيات. نقرب المشاهد الكريم أيضا من هذه الأسس. أيوة، عملي هذا كان مبنى على أدلة وعلى فتوى الصادر من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الأسس هي يعني في هذا المجال أسس عميقة، يجب علينا التأكد من تدريب مكرمي الموتى من ناحية نظافة اليدين والارتداء الصحيح لللبس الوقائي والطريقة الصحيحة للإخلاع من هذا اللبس الوقائي، وأيضا التعامل كيفية النقل ودفن وغسل هذا الميت.
نعم، يعني أيضا كان هناك من ضمن وأيضا هذه الدراسة نودي التأكد من استيفاء. كان تدريب لمغسلي الموتى في المقابر بأيضا اتخاذ الأساليب الوقائية. نتحدث عن هذا المحور. أيوة، في البداية كنا ندربهم على الأسس الوقائية الرئيسية الأساسية، من ضمنها نظافة اليدين، وثانيا تأكدهم من أخذ التطعيمات اللازمة لحماية أنفسهم من العدوى، لأنه كما نعلم أنه التعامل مع الجثث يعني شيء، أولا قبل أنه نحن ما نعرف أن هذه الجثة معدية أو لا، فضروري نعرف الاحترازات اللازمة نعم عشان نحمي نفسنا ونحمي الآخرين، نحمي المجتمع من العدوى. نعم أيوة، ونقطة يعني ثانية أنه الموظف، أيوة كنت تفضلي. أتحدث عن فكرة أيضا في حالة أيوة أصر أهل المتوفى على القيام بأنفسهم بغسل الميت، هل يسمح لهم وما هي الإجراءات؟ أيوة نعم، ينبغي أن يكون الغسل تحت إشراف كادر مدرب من قبل فريق مكافحة العدوى، وأيضا إذا أصر الأهل سيقوم الأهل بارتداء الوقايات اللازمة ويدخلوا أيضا في الغسل الميت. نعم، طيب أيضا في ختام هذا الحديث نتعرف على أهم الأساليب الاحترازية للحماية أيضا من انتشار عدوى كوفيد عن طريق الموتى. أيوة، وكما نعلم أن هذا المرض مرض فيروس كوفيد 19 ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير، ونحن نعلم أن الجثة الميت لا يكح ولا يعطس، لذلك الأساليب الاحترازية الرئيسية هي أنهم يقوا نفسهم، يلبسوا الوقائيات اللازمة اللي هي الثوب المقاوم للماء، الكمامة اللازمة لتغطية الفم والأنف والواقي العينين وغطاء الرأس وأيضا القفازات، بهالطريقة هم يقدروا يحموا نفسهم من العدوى. نعم، أيوة، نسأل ويغسل الله الموتى. سبحانه فقط وتعالى أن يحفظنا هذه جميعا الأساليب من إن شاء كل الله مكروه يحميهم. وشر، وأيضا أن يرحم جميع الموتى، ولا نريد أن نفقد المزيد من الأحبة والأصدقاء جراء انتشار كوفيد 19. الالتزام هو أهم ما في هذه المرحلة. أشكرك نودة بنت عبد الرحمن بن آدم الزجالية، ممرضة متخصصة في مكافحة العدوى، على هذا الانضمام، ونتواصل معكم مشاهدينا في حديث آخر أيضا في المحطة القادمة، نتعرف على الحارات العمانية القديمة تعكس أيضا ثراء التاريخ العماني وتؤكد على براعة الإنسان العماني منذ القدم. نشاهد معا.